البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. مرحبا يا حلوين، حدا بيعرف كوافير سوري ظريف بهولندا؟ لتعب له لألبار طبعا هندي باريا طبعا هندي باريا بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كلنا سوا شنيا شنيا السلام عليكم يا اخوان، حدا بيعرف من وين بينشرد ابو حلال بالمانيا؟ حلوينك انا بطور وانت بتنادي مازوت. سلام يا رفاق، حدا بيعرف وين عم يتواجد المهرج القاتل بالسويد مشان نتفاداه؟ مازوت مساء الخير اخواتي بالنمسا، حدا بيعرف معلم صحي سوري شاطر بفيينا؟ اي مازوت اوي صوتك شوي مازوت. بونجور رفقاتي بباغي، حدا ما ورق مديلر غراض ظريف افيو نو وتيمين؟ هو صوتك اكتر مازوها. صباح الخير جماعة اسطنبول، انا انسرقت يا جماعة، لابتوبي موبايلي باسبوري كنزاتي بوكسراتي لك عفشوا كل شي لك ما خلوا شي لك، تضرب العيشة وين الواحد يروح بحاله بقى؟ لمين لازم اشتكي وبأي مخفر تقسيم مثلا؟ حواليكم شي حدا بيحكي تركي عربي بس لنتفاهم معهم؟ طب حدا بيعرف حدا انسرق قبلي؟ اللي شو عمل؟ طب خبر الشرطة اكيد ما، طب وين 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 بيطلعوا اقامة جديدة او باسبور او اي شيء؟ صحيح اذا رحت على سوق الحرامية بكير الصبح بلاقيهم على البسطة وفيني ارجع اشتري هون؟ اكتر اكتر مزار مو هي. شوف مازوت عم تطلع معك هيك مثل البنزين خفيف مازوت تقيل. خليني طوّت انا وانت نادي مازوت. السؤال منك والجواب فيك، ابحث عن الأجوبة في نفسك، لا تسأل كثيرا ولا تتساقل، لا تقتل لا تسرق لا تزني لا تلعب لا تضرب لا. ايه ايه بس 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 انت شكلك فايت على الصفحة الغلط، حل عن ايوة ايه منهم. اخواتي هيك القصة، وين ما رحت مو خالص ولا مرتاح. ايه بعرضي لك اخ لك اخ، لبتي والطم على حيطان اسطنبول وبوز جدام ايفيل واكتب شعر على حيطان برلين، مو حزن لا تشن حزين ومرمغ راسي بتلج السويد واصنع رجل تلج تايش خطو مهرج بسكين وقول وينك يا سوريا يا حبيبة، ترى تهجرنا لا مرة ولا مرتين، قولي 30 40 50 60 70 80 90. بس بس خلاص دقيقة رواق، لا تبكوا لا تبكوا، في درجات للدراما اللي بتصير معنا نحن السوريين بالأخير، يعني مو كلها بنفس الدرجة، بتختلف حسب المكان والزمان ونوع الإقامة ومدتها ومستقبل الجنسية، يعني مرات بتكون إقامة جبرية اضطرارية انشطارية انكشارية، مو كل أصابيعك مثل بعضهم، ولأنه نحن البشر بطبيعتنا المتواضعة منحب دائما نميز ونحط علامات ونبني درجات ونرفع مستويات، فصارت الفشخرة والأفضلية حسب الإقامة وكمية الأوراق الرسمية اللي حصل عليها الواحد. إيه لكن معاف حال الزلمة اللي حصل يعني اقل، وهاي شوف حاله فيهم. عمي هاي عشتار هاي الغالي عمي، يعني هاي وش السحار مدلل مدلل قد ما بدك. عمي هاي جبتها من اسطنبول لالمانيا بالطياره، كلفتني 15,000 دولار. يعني بعد ما كنا نتفشخر بشهاداتنا او بعضلاتنا او بجمالنا او برقم التليفون اللي معنا فضي ولا ذهبي ولا نحاس، هلا صار فينا نتفشخر بنوع الاقامه او البلد اللي نحن فيه. كل السوريين مشلفين بهالبلدان الاجنبيه، صرت اذا بدك تشوف رفقاتك تعمل سكايب جماعي يجمع بين فرنسا وفيينا والمانيا، لو كل واحد صار عنده قناعه تامه انه البلد اللي هو فيه احسن شيء بكل شيء، ومنبلش نعزم بعض بقى يا معلم، انه لك تعال هون شو عم تعمل عندك انت هنيك، لك انت اترك هنيك وتعال هون وهيك. بعطيك اختها غصون عمو مو مشكله. غصون؟ ايه غصون، حلوه وذكيه وفهمانه وتعلمت الالماني بشهرين. هاي جبتها بالبلد كلفتني 6,000 دولار. لغة صعبة؟ ما في داعي تتعلمها، مين قالكم انه العلم دائما حلو؟ الجهل كمان له فوائد وبيسلي، يعني انك تكون ببلد ما بتعرف لغته شغله ما لها سيئه، والله ما عم اقفل، اخي تمشي بالشارع وهالاحاديث جاريه قدامك، اذا كنتي بنت وانسلختي شي كلمه عاطله مغمغه ما بتفهميها، ما بتسمع احاديث تنزع مراقك، ماشي مثل الاطرش بالزفه وهاللغط حواليك بتمكسوا على كيفك، اذا فهمت من النبره انه حذروا عليك انك غريب ونزلت شي تعليق بتبتسم هيك ابتسامه بلهق بتحسسهم انه ما بينفع الحكي ولا النقاش ولا الاخذ
الأخذ والرد، لغتك ما بفهمها. بعدين هيك بتضل حاسس حالك تقيل ووازن، إنه الأحداث والأحاديث عم تتغير قدامك، بس أنت عاطي بوشك نفس الابتسامة الراكزة، لأنه بيكون اللي قدامك مثلاً سلخ نكتة محلية يعني غير هو ما بفهمها، يعني حتى لو بتعرف اللغة ما رح توصلك، وأنت هيك موزن، وما حدا حزران إنك مو فهمان. أنا توت. وأنا كمان. طب اضحك. عشان الحديد. بعدين الجهل باللغة له فوائد تانية، بيعلمك لغة الإشارات والإيماء، هيك بتصير بتعرف تستخدم جسمك لتحصيل الحاجات اليومية، وبصير كل غرض بدك تشتريه مثلا له حركة معينة، بتصير لين وجسمك طويع. ومن معجزات الجهل باللغة كمان إنه هيك تزد كلمة بلغتك بالغلط تطلع غصب عنك ويطلع معناها نفس الشيء باللغة التانية، أو فرق حرف مثلا إنه بربك هيك بهالبساطة القصة، فبتحس إنه سهل تتعلم اللغة وبتبادر، بس تاني يوم بتنسى كل شيء. نرجع لموضوعنا يا شباب، حدا يشوف لي هالورقة شو يعني؟ إقامة ولا ترحيل؟ إذا إقامة كم سنة؟ شباب لو سمحتوا بدي كاسر بروكسي غير الهوسبيتال، نزلت شي 15 برنامج ما اشتغلوا، قال هون حقوق وما حقوق، اسأل الله أيام البحصة كنا نكسر كل شي بعشر ليرات، 100 سي دي برامج مبرمجة، 100 غنية حب مضغوطة، 5 أفلام أمريكية مترجمة نزلت عنا قبل ما تنزل حتى، نحن أذكى منهم بكتير. لكن هادي يعمل لك حركة يا جماعة. شو هاي الورقة؟ اجتني من شركة الكهرباء. يا وال خاي اجتها نفس الورقة، هي عشان تصفية الحساب يمكن لأن السنة قربت تخلص. لك لا مش هيك يا وال، حطولنا نقطة يا شباب. وينها أبو نقطة؟ لك شو دخل النقطة يا شباب؟ شو ورقة زواج؟ لك لا يا وال عشان يرتفع عدد الكومنتات وينشاف البوست. أها هي ألف نقطة 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 نقطة، كفت نقت يا وال، خلص عرفت لك ليش الورقة. ليش؟ مرحبا. هلا اذا وحده مع اقامه هولنديه وجوزها معه اقامه سويديه وبده يلم على السويد حصران، هل مطلوب اقامه عمل وهل لازم يكتب عقد زواج جديد بالسويد ليقدر يلمه؟ الصوره اللي لفت النظر هيك مو هيك. هيك واحد بينادي لازمنا ميكانيكي بيفهم موتور السيارة الديزل، قريب من كولن أو بون. أبو نقطة الله يجوزك. طلع شروط. مرحبا، إذا بدي أقدم شهادة بكالوريا مزورة بألمانيا شو بصير؟ جابونا للي عنده خبرة. أبو نقطة روح إن شاء الله بتتعلم لغة بشهر يا رب. يا شباب بدي أسأل سؤال. بدي أسأل سؤال بس بلا مسخرة، ولا قلكم بطلت؟ ما عم يثبت. خلاص انت خود اخي طوت ولا بنادي. شباب اليوم اجاني بوست من جوب سنتر، قال انه خصموا لي 190 يورو من الراتب، قال لاني عم باخذ راتب عن بنتي من الكندر كيد والله ما بعرف شو رأيكم. طبيعي. لا مو طبيعي اخي، في شي غلط. ما عن حق، ما فيك تاخذ من الطرفين. طبعا اخي طبعا، اللي بتاخده من الكندر كيلد بيخصموا لك اياه من الجوب سنتر. جربانين هالالمان، ادعي عليهم. مو محرزة. طيب انا بدفع. لا اخي ما بصير. امسك هي الف وهي ست من يسلموا ايديك. كل واحد بدفع عن حاله. انا بحبك الشغله الالمانيه. سلم ايديكم يا الله. وقف بس في شليه. ابو نقطه سكر هالحنفيه، ما عند الموضوع مسلي ابدا على فكره. هاي الصفحات بتسلي احيانا وبتفيد احيانا، بتعرفوا الناس لبعض بيخدموا بعض، بس غالبا بتضيع اكثر لانه كل حدا بيعطي جواب غير اللي قبله، وفي منه بصير بده يتفهمن ويرتجل من عنده، فانت بتكون عم تسال سؤال بصيروا 10. وغير انه بتتعرف على نماذج شعبك المتفرد. يعني اخي جربانين الالمان، شو اخذك لعندهم؟ انا ما شفت حدا بيمارس عنصريته على سكان البلد الاصليين مثل ما نحن بنعمل مرات ومنقيمهم. جربانين، لغتهم صعبه وخرائيه، معقدين وباردين، مشاكلهم تافهه وبيناقشوا البديهيات، بيروقراطيه ممله وغبيه، تنظيم مثير للاستفراغ، شعب مقموع متعلم يوقف على الدور. بس صير رئيس عليهم رح غير كل هاي المنظومه. بنعتذر، نحن نعتذر عن حضرتهم ومنقلك يعني عن لسانهم كونه ما بيفهموا لغتك، انه ما كانوا عرفانين انه حضرتك رح تشرفهم وتقدم لجوء عندهم. يعني بعدين حكومتك مستخفة فيك وحقك نص فرنك ببلدك، يعني بدك الحكومات التانية تعرف قيمتك الحقيقية وتعاملك على هذا الأساس.
يعني تخن يعني خرق تخن تخنتوها. السلام عليكم. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كلنا سوا. شنيا نشلي شنيا ليه ما